السلام عليكم، اهلا وسهلا يا جماعه الخير. سلسله مزاد المطفرين، ايه اليوم راح تنزل السلسله وراح تكون على ماك بوك بمواصفات السنه 2021 ذاكرتها ام 1 حق المونتاج وحق التصميم، سعره ما يقارب يمكن 6000 او 7000 ريال. مثل ما قلت لكم في المقطع الفات، اشتراكك في القناه او متابعتك المقطع للنهايه راح يرفع نسبه الارباح عندي داخل القناه، وراح اقدر اخذ المبلغ هذا والارباح اللي تطلع لنا ونحطها داخل سلسله مزاد المطفرين. قبل ما نبدا في مقطع اليوم، هذه حسابين التيك توك اللي كانت تتداول مقاطعنا في الاونه اللي فات، وزيادة على كذا هذه الكومنتات الإيجابية الله يعطيكم ألف عافية. والشيء الثالث اللي حاب أشكركم فيه لأني أحس أني طولت أبغى أبدأ الحين، اللي هو خلال آخر 10 أيام 17000 متابع الله يعطيكم ألف عافية. لا تنسوا تفعلون جرس التنبيهات ولا تنسون اللايك والاشتراك، واللي يلعب فورتنايت كود في اكس بي لا تنسون يا جماعة الخير. وندخل على المقطع. مرحبا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله يا حبيبنا. شلونك يا حبيبي؟ عساك بخير. والله بخير أبشرك، الحمد لله بتم نعمة. سم أنت اللي عارض ماك بوك ب10 ريال؟ اي نعم انا اللي عارضه. اه ما انت غلطان الرقم؟ لا لا ما نبغى صفر شيء. ليه هو يسوى ريال؟ اكيد هو يسوى ماك بوك. ايه هو قديم اتوقع 2020 لا 2021 10 20 او 21 10 ريال هذا ما تجيب لك ولا عصير من البقاله. طيب انا ما ادري، انا لا ركز معي اخوي. الاسم الكريم قبل كل شيء، الاسم الكريم. اسمي يا حبيبي؟ ايه اسم. خلي الاسم على جنب. طيب. خلي الامر على جنب، خلي الصوت على جنب، خلنا بالماك بوك، خلنا الحين بموضوعنا. سام الماك بوك اللي انت عارضه في حراج ب10 ريال. أيوه. سليم سليم سليم، ما في شيء، ما في اي فيك، ما في اي لا ماك بوك كمبيوتر ماك كسر. بوك ما في شيء. وانا اخوك معليش اخوي بس هدي شوي وانت تتكلم. وانا اخوك الماك بوك موجود عندي من زمان، تمام؟ حلوين. ايه وقررت اني ابيعه وانا محتاج العشر ريال الان. اسمعني يا حبيبي. نعم. انا لو بشتري هيكل ماك بوك ما بيكلف 10 ريال، اقل شيء يمكن 100 120 هيكل، اما ماك بوك كامل متكامل. طيب 10 ريال كم تبيني ابيعك اياه؟ انت بتشتري حبيبي. انت بتشتري، انت صاحب. اسمعني ناخذ كل شيء بهداوة ورقان، لا احد يرفع صوته اثنان، خلنا مروقين. حياك. طيب انت يا حبيبي بتبيع الماك بوك الكامل متكامل حتى لو انه يعني قديم يا حبيبي؟ ركز معي معليش اخوي. ولاقينا يا حبيبنا. معليش دقيقة، أول شيء لا تدخل في نيات أحد، بس عندي سؤال واحد وأنا أخوك. إيش دعوة أنا ما دخلت. معليش بس سؤال بسيط، سؤال بسيط، ركز معي. أبد تفضل. أنت صاحي؟ أكيد. شلون أسولف معك كذا؟ أمورك زينة؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله يا رب. وأنا أخوك هذا اللابتوب مثل ما قلت لك استخدامي أنا، قاعد عندي ما يقارب سنة ما شغلتها إلا 4 مرات، وأبغى أبيعه ب10 ريال. تبي أهلا وسهلا، ما تبي الله يستر عليك. مشغل 4 مرات بس. إي مشغل 4 مرات. اي نعم ب10 ريال. صاحي يا حبيبي ما تخاف الله. وش ما خاف الله؟ ما تخاف الله انت تاكل حرام. ماني باكل حرام، استغفر ربك يا رجل. اقول لك انا ابغى ابيعه ب10. حبيبي احول لك 10 ريال انا، بس حرام لا تسرق الناس. يا اخوي ماني قاعد اسرق الناس، فيك حبيبي ان كانك انت محتاج ترى تقدر تشتغل، تقدر تروح تشوف لك طريقه تجمع منها. اخوي انا اتوقع انك فاضي وجاي تسولف، تمام؟ قريشات من هنا، اما تقعد تسرق الناس بغالي 10 ريال. طيب جرب انت دخلت في نيتي وما جربت يا اخي. قل لا اله الا الله. ركز معي. دقيقه لا يرتفع صوتك. ركز. انت بتستعطف الصغار ان ماك بوك ب10 ريال، او تعال حول لي، تعال اعطيك ماك بوك رخيص. ايش دخل؟ عيب والله عيب عليك يا حبيبي. يا حبيبنا اول شيء معليش خاف الله. ركز معي خلني اتكلم يا اخي. لا اعرف ان قطعت يد السارق. يا حبيب قلبي ركز معي خلني اتكلم اول شيء. يا اخي ما عندك اداء حبيبي. حرام خاف الله. لا يا اخي لا تدخل نيتي، ركز معي وانا اخوك، تمام؟ هذا كله يا اخي اكلمك انا. الو ركز معي، ايش فيك كذا انت طاير؟ ركز، هدي شوي. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله وانا ولا شريك له. طيب وانا اخوك ولو الحمد هو على كل شيء. يا ولد انت فيك شيء. ركز معي اول شيء، انت من وين وانا اخوك؟ دخلنا المواضيع جد. طيب اوكي خلاص اسفين. بنعيد على نفس الموال كل شوي. انت اخوي دايد متصل جاي تطقطق وتجدول. انا جاي دق بطقطق. خلاص جاي اعلمك ان الشيء اللي تسويه حرام. يا اخي والله العظيم انك دخلت في نيتي يا رجل. حرام عليك، الناس تتعب وتجتهد عشان تدور لقمتها. ركز معي لا تفتح لي الموال هذا من جديد. خاف الله يا اخي. خلاص تبي شيء عن اذنك. يلا مع السلامه. كيف تبي شيء؟ تعال يا حبيبي. وش تبي؟ تعال
ما راح تروح لين ما افهم منك الموضوع. شكلك انت شفت اللي يقول انت في شكلك حبيبي. اسمعني انت مستوعب الشيء اللي تسويه؟ وش الشيء اللي تدري الحين لو ابلغ عليك يتلونك من بيتك؟ يا حبيبي ركز معي دائما يا حبيبي. ايش دخل صوت في صغار يا اخي؟ لا تقهرني تكفى يرحم امك. ما تخاف الله يا حبيب قلبي ركز معي. اسالك سؤال خارجي عن الشيء هذا. نعم. انت تصلي؟ اصلي اكيد الحمد لله. تصوم اكيد؟ عندك ذمة وضمير يا ولد؟ والله انك قاعد تدخل في نيتي. قل لا اله الا الله يا اخي. الحمد لله عندي كل شيء. بس ركز معي انت قاعد تدخل في نيتي. طيب وش رايك؟ اسمع انت ربي مغنيك. ربي مغنيك. ركز. ربي مغنيك. لا حول ولا قوة. ربي مغنيك. لا حول ولا قوة الا بالله يا حبيبنا. ركز معي. ربي مغنيك. اللهم لك. معك 10 ريال؟ ايه 10 ريال. خلاص طيب. 100 و500. اوكي الله يزيدك من فضله. احول لك فلوس. ابي احول لك فلوس. اعطيتك الفلوس بس لا تقعد تسرق الناس. يا بحلال والله. طيب ركز معي. ركز معي يا اخي. خلني فرصة اتكلم. كلك متى كلها تكون بالحلال. طيب ركز معي اعطني فرصة اتكلم تمام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني ركز معي. تحس وش حسسني اني ابن كلب حرامي؟ ركز يا اخي قسم بالله. اسمع ركز معي لا تضغطني. ركز معي. حول 10 ريال واذا ما جاك اللابتوب تقدر تروح تشتكيني في الشرطه. ومن قال لك انا بحاجه الماك بوك؟ طيب ليه داق فاضي انت؟ انا جاي اعلمك ان الشيء اللي تسويه حرام. وانا الحين لو حولت لك 10 ريال ما راح اشوف اسم حساب. طيب ركز معي. اشوف رقم الاقي نفسي. لا اله الا الله. ركز معي. ابي هذا الشيء يصير للصغار. ابي اعلمك ان هذا الشيء اللي تسويه حرام. ما يصير. صل على النبي وانا اخوك. صل على النبي يا اخي. عندنا الموال مليون مره يا اخي. قلت لك لا تدخل في نيتي. تبغى تجرب؟ يا خلاص مع السلامه. والله العظيم طالت تزرف فئات صغيره يا حبيبي. طالت السالفه وانا اخوك يا اخي. رح بيع عند الاشاره مويه تسترزق اكثر من السرقه ذي وتكون بالحلال على الاقل. اما تقعد تسرق وبالحرام بعد تتهي مخك يا حبيبي شوي بس. طيب قل لا اله الا الله. لا اله. وينك؟ انا ابغى اقابلك وبسلمك اياه يد بيد. انا لاني يا اخي بسلمك اياه يد بيد. وش فيك خايف؟ يد بيد. والله لسلمك اياه يد بيد. حلفت بربي. انا اسمعني يا حبيبي. انت ما بتعرف عني ولا شيء. ورقمي ما عاد بتشوفها واسمي ما بتشوفها وصوتي ما عاد بتسمع. انا جاي انصحك لوجه الله. جزاك الله خير. تبي شيء ثاني؟ خاف الله. باذن الله بنخاف ربي. بإذن الله. أنا عرضت عليك عرض وقلت لك أبغى أقابلك وكل شيء ولكن أتوقع أنك أنت صامل. فأبدأ ما عندك مشكلة وأنا أخوك. الله يعطيك ألف عافية. مع السلامة. ما أبغى أحلف أنا ما أبغى أحلف لأني قلت أنا حلفت ولا ما حلفت. قهر يا عيال والله ضغطني بنفسي. آخ نهتري الشخص الثالث ونشوف. أوكي يا جماعة الخير. جوالي هناك في الرسائل يا الله قاعد يشحن. لازم اصمت جوالي من بعيد. ولكن معنا اول شخص يا جماعة الخير راح نشوف. اهلا حياك. طبعا هذا اليوم الثاني والله اني سحبت سحبة مو طبيعية امس. عاد هنشوف ايش عنده. كلمنا على الاعلان ذا ولا واحد عارفه؟ لا حياك اخوي. اهلا. لو سمحت انت عارض ماك بوك ب10؟ اي نعم يا شيخ. اي نعم حياك. طبعا كلمة الشيخ ذي قسم بالله العظيم صايرة متداولة عندي بشكل مرة كبير. لازم اهديها. لازم يكون بالغلط او شيء. لا صحيح. بي ابغى اخلص برايا ذي بضمن. اهلا حول يجيك. حول يجيك. انك ما تزرفني. لا اخوي. لا اخوي ان اكبر من كذا يا اخي. احنا مو كذا. 10 ريال. احس عيال منصدم. اخ بكتب له الاسم الكريم. كذا كني خويه. الاسم الكريم. طيب جاي شيء من الخراب يا ولد ب10 ريال قسم بالله العظيم لا اخذه لو سكراب. والله العظيم قسم بالله ب10 والله انها ما تسوى. احمد حياك يا الشيخ. حياك يا الشيخ. لا سليم. لا سليم 21 على جمون. لا مون. اذا تبي اعطيك الايبان. اعطيك الايبان. واحسك نصاب يا ساتر يا ولد. انا مقبل على جامعه وقاعد ادور وشفتك انصدمت الصراحة. وحسك نصاب. انا احسك برضو نصاب. من يقبل على الجامعة دورون لابتوبات حق الجامعة. بشكك بكيفك. وين ابو الشباب؟ عيني عينك زف الناس اذا شفت على وجه. والله ما عاد عندي عيال. خلاص فن الله مو بلا قريتها كامل. والله خلاص كم عمرك انت؟ خلاص والله ما اقدر اطول. والله ما اقدر بشيء. فن الله مو بلا. خلاص يا عيال وصلت مرحلة صعبة. ما عاد صرت تتحمل الكلام وذا اللي يطول. خلاص والله ما عاد مطول معك. الله يسعد تعال رجال نصاب ما يسعد. تمام مع السلامة. ليل والله بيطول يكتب بيطول. يلا دز امه. طيب خلاص يا اخي المشكله ما اقدر اعطي بلوك الا من هناك من الجوال. تمام خلاص هذا احس اللي يبغى يسب. تغفر الله. خلاص يا حبيبي روح. والله خلاص والله خلاص 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 والله خلاص روح مع السلامه. طيب يا جماعه الخير عندي استفسار بسيط. من يعرف طابعه 3D؟ احتاج طابعه 3D. اللي يعرف يا جماعه الخير يتواصل معي. السلام عليكم يا وليدي. انت عارض لابتوب؟ حياك. اتوقع انه شخص كبير هذا. حياك الله يا وليدي. والله ما ادري يمكن وليدي كنا جدتي. والله العظيم احسه شخص كبير. الله يحفظه يا رب اذا كان كبير. اي شخص عنده شخص كبير في البيت
البيت الله يحفظه له ويخليه. عليكم السلام. حياك الله. اي نعم يا شيخ. هذا عاد لازم احترام ورسميه معه. لازم. انا اقول له سم. وين عاد يسرق واحد كبير هذا ما يستيبد. ابد ابد وصل مراحل من الدناء ما بعدها دناء حرفيا. كم تبيعه؟ 10. اقول له ب10 كذا ساده نحسنها كذا ب10. يمكن يحسبها ب10000 ولا ب10 ريال ممكن. والله ما ادري. وبيحسب 10000 ولا ب10 ريال. يلا يا رب. حسب يقول ب10000. حسب يقول لا. حسب يقول 10. 10000 ولا 10 ريال. توقعاتي 10. قسم بالله صح. هذي نايمين 10000. لا 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 وانا اخو عاشر ويلي تذكرت ان هذي نايمين. واخر ليل اذا شفتني صور انا هادي ترى هلي كله نايمين فخاف اني اتكلم ينطق الباب وانسحب على وجهي. هذا اللي يخوفني. غال ما ابوه شيء ولادي. ايه غال غال والله العظيم اني عيال اني خف. هذا لازم اتصل عليه. لازم اتصل عليه ابغى اشوف. معليش اول شيء بتاكد هو ذكر ولا انثى. هو ام ولا ابو. اذا ام بتصل عليه. معليش والله ما ادري بس دقيقه ابغى اعرف اول شيء هو ليه يبغاه. بيه معليش اسمك. بقول له اسمك. معليش الاسم الكريم. والله كبير وجعني قلبي يا عيال ما احب كذا. اخ قاعد يكتب خلينا نشوف. والله يطول هو قاعد يكتب. اتوقع انه صدق شخص كبير. اوكي حرمه. اوكي 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 اوكي, أوكي. لا لا معليش. طيب ابشري ابشري. الجهاز موجود. دينا عندك ولد؟ كلمني شيء. عندكم ولد؟ عندكم ولد في البيت؟ تواصل. كيف كلمتني؟ كانت حرمة كبيرة مش علمها في المزاد. مو يعني انها جاهلة ولكن ممكن مدرسة. ممكن مدرسات احس كذا يعرفون كل شيء. سنة يعني جدتي وكذا عماتي. هذه لا اتوقع انها كبيرة مو صغيرة يعني. هذا شيء غريب. قبيل ولدي الصغير. ابشري ابشري. ما طلبت. اقول لها عيال تحول لا لا ما طلبتي. ما طلب. عندكم ولد في البيت؟ تقول ابغى له ولدي الصغير. ابي اكلم رجال. ما اعرف والله اتكلم معهم. اكلم رجال. فوق عيالي الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب. اكبر عيالي عمره 11. تمام تمام ابشري. تمام ابشري. عيال هنا نوقف 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 نوقف. خين والله كلامك قاعد يزود يا اخي. ما احب احب. خلاص اوكي اوكي ابشري ابشري ابشري. جاك ابشري ابشري جاك. والله عيال ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر. هي ما اتحمل انا ما اتحمل الاشياء زي كذا مره. اذا الجهاز شغال ابي الله يعطيك العافيه. جاك جاك جاك. والله ما اقدر يا عيال. اتمنى لها التوفيق يا رب. يحفظ لها ولدها ويحفظ لكم كل غالي يا رب. راح نتواصل معك. والله كان ودي المقطع هذا يكون فيه يعني رده فعل واحد صغير او رده فعل ولد او رده فعل اي شخص. ولكن اتوقع المقطع هذا ما طلع فيه رده فعل. هذا طلع فيه حزن حربيه مو مثل منا متعودين. الله يغفر لميتهم يا رب ويرحمه. راح نتواصل معك. المشكله ما اقدر كيف افهمها. كيف افهمها بالله كيف افهمها. لازم اتواصل مع ولدها ابو 11 سنه. هذا بيصير. يف ما ادري كيف افهمها قسم بالله. حطيت راح نتواصل معك. مين؟ والله واضح انها كبيره للحرمه. واضح. الله يحفظ. الله يحفظك. الله يحفظك. ابشري. بكره اكلمك وانا ابي اعطيه اي احد لان ما له لازمه عندي. يا قلبي يا قلبي يا عيال. عندي سعر رخيص كان اللابتوب شغال انا جاهزه. يا ويلي. قسم بالله العظيم الام والله يا جماعه الخير شيء ترى شيء يا جماعه الخير ما يوصف ما يوصف ما يوصف ما يوصف ما يوصف. انا متاكد ان ولدها صايع عليها ولا متكلم عليها ولا قايل لها ولا يا يما ابغى جهاز ابغى جهاز. راح تبحث عنه يا اخي. ما ادري كيف اوصلكم الشعور بس الام شيء حلو. الله يرحم من ماتت امه يا رب يغفر لها. ويب ما اعرف كيف انصح انا ولكن يا رب انكم فهمتوها قسم بالله العظيم. خلاص هنا الى هنا ننهي حلقه اليوم. الله يعطيكم الف عافيه. هذه راح نتواصل معها باذن الله نعطيها الجهاز. خلاص الى هنا وصلنا نهايه مقطع اليوم يا جماعه الخير. كنت ابغى يدي كذا قسم بالله. ولكن يلا عوافي. مع السلامة يا جماعة الخير.